أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: استقدم أهل زوجتي لابنتهم خادمة وهم يسكنون استقبل يقول أحسن الله عليكم استقدم أهل زوجتي لابنتهم خادمة وهم يسكنون في جنوب المملكة، فهل إذا أرادت زوجتي الذهاب لأهلها في جنوب المملكة أن أسافر بها ومعنا الخادمة دون محرم، وهل علي إثم في ذلك؟ وإذا تركتموها من تتركونها عنده؟ إذا كان عليها خوف في بقائها فتذهبون بها، لأن هذا أحفظ لها. وإذا لم يكن عليها خوف بأن كانت عند أناس مأمونين فاتركوها عندهم إلى أن ترجعوا. نعم.